السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه تاعي من فضلكم اضغطوا على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا قبل ما تخرجوا من الفيديو من فضلكم ما تنساوش الجام اللي راهو تحت الفيديو وخلوا لي تعليقات تاعكم. اليوم جبت لكم النوع الثالث من حلويات العيد في قناتي، جبت لكم المخبز التقليدي بالفلان بذوق الفراوله، ان شاء الله يا ربي يعجبكم وتابعوا معي الفيديو للاخير، ونتمنى لكم فرجه ممتعه وان شاء الله يكون عجبكم هذا المخبز باش تكملوا الفيديو معايا للاخير. اذا نبدا على بركه الله. بسم الله، هذه النوع الثالث في قناتي من حلويات العيد. هذا العام راني متكاسله جدا جدا، هايت وما حبيتش ندير في صراحه، لكن لازم نلبي طلبات المشتركين ديالي. اذا واش عندي؟ عندي زوج حبات بيض كاملات مع زوج صفار البيض، عندي 250 غرام زبده بدرجه حراره المطبخ، عندي كاس مايزينا، عندي ملعقة سكر رطب، عندي عطر الفراولة، فيها عطر هو ملون وعطر في نفس الوقت، فارينة حسب الحاجة ولافاني والخميرة، وعندي فلان فراولة ذوق الفراولة يعني كيس واحد، ولا ديروا زوج أكياس كما حبيتو. المعجون نديروه للعقدة تاعنا، نبداو في العجينة ثم نروحو المكونات تاع العقدة تاعنا. إذا بسم الله نديرو الزبدة تاعنا، نزيد جوج حبات بيض مع زوج صفار، ملعقة كبيرة سكر رطب، ما نكثروش السكر على خاطر الفلان حلو، ندير كيس تاع الفلان. انا درت فراولة وانتوما حسوا يعني ديروا الذوق اللي حبيتو ليمون، حبيتو فاني، صح ماشي شوكولا على خاطر المخبز ما يجيش بذوق الشوكولا. عندي لافاني، ديروا كمية صغيرة تاع لافاني. شوفوا نخلطوا هذه المكونات بالباتور مليح مليح حتى ترجع الكريمة. شوفوا كيفاش طلعت الزبده تاعي مع الفلان، لازم علاه حركته بالباتور بهذاك الفلان يذوب لنا، وكان نخلطو غير بالملعقه ولا بالفوي ولا بيدي هذاك الفلان ماهوش راح يذوب، يعني يبقى حبيبات حرش لداخل، لازم نعطيو له وقت باه نحركو مليح. حتى اذا ما عندكمش باتور غير بالفوي حركو مليح. لهنايا نزيد كميه تاع عطر الفراوله وفي نفس الوقت ملون احمر، نديرو ملعقه هكذا، كاس تاع المايزينا، وخميرة الحلوى. انا اول مره راح نستعمل هذا النوع تاع خميرة الحلويات ملي راحت لنا نوعها، ان شاء الله تطلع لي فقط العجينه تاعي. الخميره راح ندير حسب الحاجه، يعني بسم الله نخلط بيدي المكونات. نبدا ندير الفرينه غير بشويه، ما تكثروش، ديروا غير بشويه الفرينه باه ما تغلبكمش وتيبس لكم العجينه تاعكم. اللي تتقلق جامي تتعلم، يعني كاين اللي يزربوا بزاف ويخسروا العجينه ولا الحلوه تاعهم وتخرج لهم ماشي شابه ولا يابسه ولا، ويقولوا لك الوصفه ماشي ناجحه. هي لا كاين بزاف اللي يتقلقوا يعني في الصناعه، يعني كي يروحوا يخدموا حاجه يتقلقوا ولا يلهاو. كي تكوني مقلقه غير حبسي ما تخدميش الحلوه على خاطر انا وتصرى لي شحال من مره نخسر، حتى واذا كان كاطو تاع البيض والله غير نخسره. شوفوا لم العجينه غير بالعقل حتى نتحصل على عجينه طريه. هنايا عينكم ميزانكم، شوف ما زالت شوي، تدي لي حوالي ربع كيسان ونص فرينه، حتى يعني كيلو غير. انا هذا الطاس دائما يهز لي كيلو ومعاها.
شوفوا ها هي ليك العجينه تاعي راهي تلمت خلاص. شوفوا العجينه تاعي كيفاه جات طريه، اللون تاعها راهو وردي فقط غير مع يعني الفلاش تاع التليفون ماهيش تبان. نخليها الان نديرها في كيس، نلمها هكايا ونديرها في الاناء تاعها هكذا ونخليها تريح. الان وجدوا العقده تاعنا. اذا العقده تاعنا واش نحتاجو؟ عندي لهنايا جوز الهند نواه كوكو، وعندي معجون، وعندي قشور ليمون. هذا واش نحتاجو للعقده تاعنا. نربي هذا قشور ليمون في الرقيق، ونديروا المعجون بالعقل ونلموا العقده تاعنا حتى تولي عجينه كذا. بسم الله. واللي حبت تستعمل الكاوكاو تستعمل، ما كاش مشكل. العقدة تاعنا شوفوا لازم كي تحكموها دير لكم، شفتوا باه ما تتفتتش لداخل المخبز هكذا. لهنايا راهي كملت العقدة تاعي. الان ولي العجينة تاعنا، الان نبداو نشكلو في المخبز تاعنا. انا عندي لهنايا كيس تاع سيلوفان، ولا جيبوا يعني كيس تاع الخبز ولا كيما حبيتو. لهنا ندير كميه تاع العجين، ما درتهاش كامل يعني ندير بكميه غير صغيره، ونحط سيلوفان فوقها ونبدا نفتح. العجينه تاعي ما تكونش خشينه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، يعني متوسطه، يعني حوالي نصف سنتيمتر على خاطر مع الخميره راح تزيد تتنفخ. نفتحها مليح بالحلال كما راكم تشوفوا. من بعد نحي هذاك الكيس الفوقاني، وعندي لهنايا طابع تاع قلب، ولا شوفوا الطابع اللي حبيتو، مثلث دائري كيما بغيتو. لهنا نتراسي فقط يعني على شكل قلب، ماشي نضغط باه نقطعهم، لا لا، نحط فقط باه ندير هذاك الشكل تاع القلب، باه كي ندير العقده تاعي تجيني في الوسط، يعني نتراسي فقط مانيش نقطع فيها. وندير كميه تاع العقده لداخل كما راكم تشوفوا، ثم نلف عليها هذيك العجينه اللي بقات كما هكذا. يعني كل شيء راه واضح امامكم، ونضغط مع الاطراف باه العجينه الفوقانيه يعني تتحكم مع العجينه السفليه. ثم نديرو نحاولوا نديروا العقده في الوسط القلب ونقطعوا، يعني ونضغطوا كما راكم تشوفوا باه القلب تاعي يجيني شويه بومبي. شوفوا، ثم نحي هذاك السيلوفان ونعاود نقطع القلب تاعنا هاي ليك لهنايا. واذا شفتوه يعني الصق مليح معليش، واذا شفتوه مازال ما لصقش يعني الحبه الفوقانيه مع الحبه التحتانيه ضغطوا عليه شويه وخدموه بيديكم. هاهم ليكم، وعدلوا الاطراف حتى واذا شفتوا الحشوه تاعكم يعني العقده تاعكم خرجت، عدلوا الاطراف مليح بيديكم يعاودوا تسكروا. نفتح عجينة شوية، دايما نخدمو بكمية صغيرة. ندير قلوبة الأشكال اللي حبيتو، دوائر، قلوبة، مثلثات هكذا، ندير فيهم الحشوة كما هكذا. ونجيبو عجينة واحدة أخرى نكونو حليناها، بسم الله، ونحطوها هكذايا. شتو يعني كاين زوج طرق، واللي ما حبتش دير العقده تاعها في ولا الحشوه في المخبز تقدروا تخلوها عجينه هكذاك يعني بدون عقده، بصح تقطعوها شويه خشينه، نديروها شقيقه بزاف كما هكذا. ونبدا نقطع، وتجي شويه بومبي. الدفعه الاولى راهي وجدت كما راكم تشوفوا. ندخلهم الان للكوشه 180 درجه، نشعل عليهم من التحت، كي نشوفهم تنفخوا وبداو يحمروا وداو اللون الوردي من التحت نطفي عليهم من التحت، ونشعل عليهم من الفوق نحمرهم غير شويه ونحيهم. يا ربي واحد يدوب واحد 15 دقيقه اقل يعني من 20 دقيقه، يعني ما نخليهمش بزاف على خاطر بالخف يطيبوا.
بعد ما كملت كامل الحلوة تاعي، الآن نخدمو الكلاصاج تاعنا. راح ندير الكلاصاج التقليدي. هذا الكلاصاج أنا نبغيه بالبزاف، يبقى أكبر مدة، يعني طري ما يبسليش خلاص. راح نستعمل فيه عطر الفراولة، فيه عطر وفيه ملون أحمر، عندي عصير الحبة ليمونة، وعندي حليب، وعندي السكر رطب، وعندي زيت. لهنا الحليب من نديرو غير كمية صغيرة، ونديرو شوية عصير الليمون أيضا، ونزيدو السكر رطب ندير بكمية. أنا راح نستعمل الميكسر باه ما نطولش في التخلاط تاعو، وانتوما كل وحدة تستعمل واش حبت، حبيتو تستعملو يديكم، حبيتو تستعملو الفوي، المهم خلطو الكلاصاج تاعكم بهذه الطريقة، راح يجيكم روعة. ندير كمية تاع الميكسو يعني تاع سكر رطب عفوا، وانا استعملت طاس تاع الميكسو على خاطر ماشي بزاف، بصح انتم مادا عندكم كمية كبيرة استعملوا يعني كاش طاس يكون كبير. كل مرة نخلط ونزيد السكر رطب حتى وين تحصل على طلية ثقيلة. لهنايا نزيد كمية تاع عطر الفراولة، فيها عطر وفيها ملون، نخلط بالميكسور مليح. شوفوا يعني الكلاصاج تاعي راهو ثقيل، شوفوا لهنايا ما عجبنيش هذاك اللون، يعني ما عطاليش اللون اللي حبيته، نزيد كميه صغيره من اللون الاحمر غبره، ما نكثروش، كميه صغيره فقط على خاطر قادر اللون الاحمر يخدعنا ويجي لون وردي حامق بزاف. وعندي زوج ملاعق زيت، ونميكسي كل شيء مع بعض. الكلاصاج تاعي راهو واجد. نروحو للحلوة تاعنا. الحلوة تاعي راهي طابت كما راكو تشوفو، دارت لي 32 حبة الكمية اللي درتها. ملاحظة فقط، واذا شفتو الحلوة تاعكم مشققة ولا يعني انحلت شوية، معليش ما تتقلقوش، على خاطر راح تتغطى بالكلاصاج، على خاطر شفتو لصقنا حبة على حبة. ضروري ديروا قرياج من تحت سنيوة باه الكلاصاج تاعكم يهبط للتحت، باه ما تخسروش وما ترميوش، نعاودو نديروه في الطاس ونعاودو نستعملوه. كما راكو تشوفو، واذا شتو الكلاصاج تاعكم خفيف زيدوا له سكر كلاصي، واذا شتوه ثقيل ثقيل بزاف تقدروا تزيدوا شويه تاع حليب وخلطوا ولا ماء الزهر. يعني كما راكو تشوفو ديروا شويه كلاصاج في الوسط، وهو وحده راه يهبط الاطراف. بانتوما كي تكملوا زيدوا شوفوا الحبات اللي مازال ما تغطاوش مليح، زيدوا لهم الكلاصاج هذاك غير وحده يهبط عليكم. اني كملت الحبه تاعي غطيتهم مليح مليح كما قلت لكم، واذا شفتوها خفيف زيدوا له السكر كلاصي. بعد ما نكملوا الكلاصاج كامل وخبطوا شويه سنيوة تاعكم هكذا يا باش يجي يبريي، نخليوها تنشف تماما. انا يدت لي يا ربي ساعه ونشفت لي على خاطر هذاك الكلاصاج اللي درته بزاف بزاف شباب وينشف بالخف. نشفت بعد ما نشف نرجع ليه بالخف، نشف الكلاصاج هذا. الان واش ندير له؟ كما راكم تشوفوا الحبه تاعي نشفت، الله الله عليكم. كما تعرفوا كامل، واللي ما تعرفش هكايا نحكم الحبه تاع كما اللي نديروا العرايش ونحيوا له هذوك الزوائد اللي من تحت، نقيوا الحبه تاعنا كما هكذا. ريحته تهبل عليكم. بعد ما نقيت الحلوه تاعي، لهنا هذاك الكلاصاج اللي بقالي زدت عليه شويه ملون احمر، وزدت له عطر الفراوله، وخلطته مليح ودرته في هاد لابوش جوطابل، وقطعتها رقيقه، يعني الشابو تاعها قطعتها رقيقه بزاف، ونخدم بها يعني ما نرميوش هذاك الكلاصاج اللي بقالنا. وعند كل وحده كيف حبت الديكوري المخبز تاعها والحلوه تاعها على حساب واش عندها في الدار. انا درت خطوط رقيقه على الجنب كيما راكو تشوفوا، راح نزين معكم وحده. عندي لهنا هذا الورد تاع الشوش اللي كنت نحيته من الجبل ديالنا، ندير اوريقات، وانتوما كل وحده واش حبت تدير، حتى عقاش ولا واش حبيتو ديروا، الديكور يبقى لكم اختياري. الديكور صح يشد اليد. عندي لهنايا عقيق شات رقاق بزاف، نوزعهم هكا على هذوك الخطوط،
وهنايا راني كملت الحلوه تاعي. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الشكل اللي درته والديكور خفيف وظريف، يوالم للعيد ويوالم حتى للمناسبات السعيده مع اللي راهم جايين للعراس ان شاء الله يا ربي. بعد ما نكمل كامل الحلوه تاعي نلتقي في طبق التقديم. واخيرا بعد عمل الشاق شحال يشد اليد راني كملت الحلوه تاعي وجبت لكم ديكور شباب، ديكور خفيف وظريف. حطيت لكم المخبز تاعي على اللون الاسود هكا يا بهيبان على خاطر في السنيوه باه تشوفوا ذاك اللون تاعو كيفاش خرج لون وردي بارد، جا بزاف 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 شباب. ان شاء الله يا ربي يعجبكم وحتى المذاق تاعو والله روعه روعه. اذا ان شاء الله يا ربي تجربوا هذا المخبز وتفرحوا به كما فرحت انايا. انا كندي حاجه وتعجبني نفرح فيها بالبزاف. قولكم ما تنساوليش جام على الفيديو، خليولي تعليقات تاعكم الشابه كما تقولوا.